السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حباب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حباب قلبي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملوا لايك كتير 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 للفيديو. حباب قلبي، النهاردة كنا رايحين كرنس، تمام؟ كنا رايحين مشوار وكده، فقلنا ان احنا نروح السوق. فيلا بينا، معانا معاكم اليوم من الاول اهو لحد ما نرجع البيت. وهنا ماما هي بتعمل وجينا لكم باي. حطانين يا جماعة وانا بلبس. استنى دي ورميساء بتقفل البوابة، ميساء شطور. هو هنا رميساء جنب تقفل البوابة، وكنا مستنيينها يعني وكده، تمام. واحنا كده ماشيين في الشارع، وماما هي في النص العسولة، ماما قصيرة زي احنا ولادها واطول منها. يا سلام. ده انا اطول من ماما لا وماما لا، اطول مني. انت طول ماما يا لا انا رميساء، اطول منها انت بشوية. عشان لابسه الكعب. لا لا انا اطول منها بشوية. احسن حاجة احنا يا اوس جماعة لقينا العربية يعني اول، ما الحمد لله. كملناش يعني، لسه ما كملناش ان احنا نطلع إذا على الطريق. طالعين من الشارع تلاقينا العربية لقينا العربية يعني وكده، تمام. فكنت بصور لكم واحنا يعني راكبين واحنا رايحين عربية. نركب، تمام. دي مدارس إن شاء الله هدخلها قريب. تدخلها فين ده؟ دي الواد ده هيوديكي هناك ده جدا. ايه؟ هي دي مدرسة ايه؟ ها؟ مدرسة ايه؟ لغات. يعني اللي ما عرفش ما يكتب يشي ناس اه؟ ما يعرفش يكتب. لا فانا بقول لك بعدين. احنا كنا ماشيين في الطريق كده يا جماعة، تمام. هنا برضو دي مدارس وابتدائي واعدادي وكده. ابتدائي واعدادي كنا نروح ماشي. وهنا فضلنا نصور لكم الطريق لحد ما وصلنا، وقبل امل غفلتني طبعا واني نايمة اهو على يا جماعة رجليها. الفيديو جاي دلوقتي، استنوا. ايوه هنا رميساء كده وهي كانت نايمة، انا كنت بصحى نايمة في العربية، تمام. اول ما صحت شلت الموبايل، التليفون، الموبايل تمام. هنا مواسير كتيرة كتيرة كتيرة. قعدت اصورها يا جماعة لحد ما صحي، هي حست بيا اصلا قامت صحي. نعبي ده مين؟ صحت اهي. ساعة ما صحيت هنا كده كنا قربنا اننا نوصل يعني. ما تنسوش اللايك بقى يا حبايب قلب. تنسوش اللايك يا حبيب قلب. هنا كده كنا خلاص في الكيرنس، تمام. يلا بينا هننزل كده من وصلنا العربية. وصلنا 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 كده. نزلنا من العربية بقى، طبعا وده التصوير طبعا. لا، تصوير وتصويرك بقى، الورد مش ده كنت تصويرك عايز بقى. اخده واجري، شكله روعة. طبعا يا جماعة أهلا هنا بقى ورد بعد ما حقيقي بقى، وصلنا دي ترابيزات بالكراسي بتاعتها، تمام. بتتباع يا جماعة. بتتباع يعني، مش ده محل كبير يعني وكده، تمام. ده ما الصراحة عجبتنيش يا جماعة، اقول لكم قد اللي شكلهم عجبني. تحفة جدا. ده اللي عجبتني يا جماعة جدا. وده وورد بقى قهوة بس استني. وورد بقى كده مش عارف وحاجات تصور من من دي، الشمس. تمام. دلوقتي هندخل جوه. اهلا اهلا اهلا. وماما بتتكلم على عمه، كان بتسأله يعني على على حاجات وكده. قالب التورته اللي هو بيزوق عليها دي وبتلف. طب وهنا هما هنا رميساء بقول لكم كانت قاعدة ازيكم. تصور بصور في المراية والمراية. هنا وهنا بقى ورد. كده أنا، ده تصويري طبعا.
لا ده تصويري برضه، تصويرنا. ده تصويري انا. شوفي شوفي شوفي. انا لا انا هاخد منها التليفون دلوقتي يا جماعة، النجفات يا جماعة روعة. هودي انا بقى اللي بصور. النجفات اللي على ودي النجف اللي قلوب دي روعة. إيه هنا بقى كده يا بس جماعة، اعرف ابو اني ماسكها جراد وابو جراد بقى وكده، ونجف. النجف دي اللي بقى يعني هما معلقينها كده عشان وهيجيلكوا شكلهم حتة يعني. حركة كده بالكوبايات روعة، وبالبتاع البنفسجي اللي هناك دي. انا ويا جماعة اللي بصور عشان ما تقوليش انتي. وهنا بقى كده دي اطباق وكده، تمام. اطقم يعني ده صيني يا وحاجات جماعة من دي. اللي قدامكوا ده هتلف تدور كده، ودي وكانت كده، شكلها روعة. ودي كده يا جماعة باترينا، تمام. بتلف كده بالكوبايات اهي، شكلها تحفة تحفة جدا جدا. وانت بتثبت ايدك هتعرف ان هي بتتحرك. ما هي بتتحرك اهي، شكلها جميل يا جماعة والله. وهنا برضو دي ورد، ورد، مش واو ورد شكل ورد. طبيعي يعني، ورد كده زينة بتحطه في الحمام او على الترابيزات وكده يعني، تمام. وهنا برضو دي كوبايات برضو جميلة، وحلل، وحل استلس. وهنا برضو تقوم قهوة والحاجات من دي. والمحل روعة. حل جميل جدا والله يا جماعة. وورد برضو. وهنا بقى ايه اللي هي الأجهزة، اللي هي جهزة الشرشوبات بقى وما والحاجات نجيبك من يا دي. أم. هنا بقى كده يا جماعة جبنا شباشب شباشب، تمام. كان الواحد ب15 جنيه، كان جميل جدا يعني، كلهم جمال يعني، ما فيش سعر بالأسعار دي يعني. وعمو كان قاعد يقول في المايك ب15 جنيه، 15 جنيه، وقاعد يغني. انا ماسكين كده، كان ماسك الشبشب وقاعد يقول يعني 15 جنيه وكده، عشان الناس انها تيجي بقى يعني وكده، كان قاعد برقص يغني. عاو. هنا دول الشباشب اللي هي البنات دي ب15، والولادي ب25 تقريبا، ب20 صح يا اما؟ في جنب الشباشب بتاعت البنات في جنب، والولاد في جنب اهو. هو بيقولك بقى اهو اهو اهو. وهنا طبعا يا جماعة الطرح، تمام. شكلهم جميل. وشنط للمدرسة طبعا، وهنا قمصان شنو شنط التانية برضو. مدرسة؟ وطبعا هنا هدوم أطفال. رميساء يعني أخدت التليفون وقالت لي هات هصورهم يعني، عشان وعمو بتحب ربنا الأطفال خليك يعني. يا عمو فرد الحاجات وراها، بقول للبنات وولاد يعني، فرد للبنات والولاد. ونونا سخنانة كده تلبس هنا هدوم دي. ولاد لسه أطفال مولودين يعني. وهنا طبعا كراريس بقى وأقلام وأقلام وحاجات من دي، لأن المدرسة قربت يعني وكده، فالناس كتير يعني بتبقى موجودة يا في جماعة، السوق. الدرسات ده عجبتني وهنا جدا. كده ميني دريسات كانت جميلة برضو، تمام. وهنا سجاد وطقم سراير وبطانيات بقى وكده. كده ده عمو كان حاطط تفوت عليه، كان ايه؟ حاطط تفوت عليه. ده ورد يا جماعة، مش هنشبع وهنا من ورد، الورد. ده ورد شكله جميل يعني، لأن أكترية الناس يعني ورد العرايس وكده، ما أكترية عند الناس بتروح عروسة. تجهز يعني، بتجيب شوفوا يا لأولادها جماعة، وكده يعني من السوق ده. ده مكتوب عليها الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهنا برضو ده أباجورات، أنا كنت خايفة وأنا تمام. بشتغل وحصان يقع يتكسر وكده. وهنا برضو ده أنتيكات كده صغيرة، صغنونة. حتى على الكوميدينو بقى اي حاجة من دي. ودي ساعات برضو، يا تمام. جماعة أنا بصور عادي، أم عمو قايل لي مسكي الحاجات وريها له. ودي برضو فازات بقى وحاجات من دي، تمام. اهم صورت تاني. شكلهم جميل جدا والله.
تحفة. مسكت الوردة واسمه محمد وده حصان كده انتيكات برضو بتحط على الكومودينو. وده وردة زيكم. في وقت بتاع دي كده لا مش دي واحدة كمان هتدي مكتوب عليها محمد اهو. دي بتنور يا جماعة من تحت، كلهم بينوروا كلهم من تحت. بينوروا، لكن مساء انا كنت شايفاها ما كانش عارفة تنوره. لا انا ما شفت مين. لا شفتي. انا قلت لا مشغلها، قال لي هتشغلها لك، قلت له خلاص هروح وانا يا وكده. جماعة واحنا كده راجعين وهبطانين روحنا كده تمام. ماما كنا مش شايلة حاجة هبطانين في جدا. ايدها. كنا هبطانين جدا يعني، بس معناها يعني ما اتأخرناش يعني ساعة ولا ساعتين وقمنا راجعين تاني. وبس كده. ماما العسولة بتنور في الشمس. يا رب الفيديو يعجبك يا حبايب قلبي. ماما واحنا طبعا بتنور في الظلام. كده وصلنا. ألف سلامة. باي. وقلب دلب مش باي لسه اللي دو. وهنا يا حبايب قلبي الحاجات اللي جبناها طبعا. هنوريكم اهو. يلا بينا. ما جبناش حاجات كتير يعني، احنا كنا رايحين في مشوار وكده فقلنا نعدي على السوق يعني وكده. طبعا يا حبايب قلبي دي مصفى تمام بخمستاشر جنيه اهي. ودي قطعة البصل اللي بتقطع البصل، خروط البصل اللي بتخلط البصل يا جماعة رميسة عشان رميسة ما تزعلش اهي تمام. جبنا يعني كذا واحدة منها. ودي فوطة مطبخ اهي. دي كام يا ماما؟ 15 برضو. دي ب10 يا جماعة. ودي فوطة مطبخ برضو ب10 جنيه اهي. الخمسة ب10 اهو. كام لون في بعض؟ ونشوف ايه تاني. اهو يا جماعة ماما قالت توريهم الباقيين برضه. دي حمرا والتانية كانت كشميري اهي. ودي برضه حمرا اهي. وهنا دي ماما جايبالنا شباشب برضه اهي تمام. ب15 جنيه الواحد اهو. وده ورد اهو يا جماعة. ده امورة اهو يا جماعة. ده جميل عجبني. وده برضه كله ب15 جنيه صح؟ كله ب15 جنيه يا جماعة. حتى الجميل ده ب15 جنيه. هوريكم بقى الهدوم اللي احنا جبناها تمام. طبعا ماما يعني ما عملناش يعني ان احنا نجيب ايه حاجات كتير يعني من هناك وكده تمام. ده قميص مش هيبان كله. ثواني بصوا ده قميص اهو لماما بتاني واحدة ب100 جنيه كمان تمام. قميص اهو ب100 جنيه ده
جميل يعني. طب والثلاث 150 وده برضو زيه يا جماعة. ده ماما برضو اهو ماما اهو شبان كله اهو يا جماعة. جميل يعني تمام. ده بكام؟ وده يا جماعة ده جميل يعني عجبني 150 جنيه. شايفين ايديه؟ وهنا برضو عليه شغل كده جميل. ومن هنا برضو اهو حلو يعني. ده ايه؟ جاي وهنا جايبه الجيبه دي ليا اهي تحفه يا جماعه والله عجباني قوي قوي. وفي واحده ثانيه زيها. بصوا هي في طبقه. بصوا الطبقه دي عامله ازاي يعني. هي ايه شراشيب كده يا جماعة اهي تمام. والطبقة اللي تحتها بقى ايه عادية اهي. واللي تحتها سيارة. واللي تحتها دي طبعا ما ينفعش ان انا البسها كده طبعا. البس عليها ستريتش تمام لان لحد فين اهي يا جماعة. جميل طبعا. شوف دي جايبه الجيبة دي برضو مونتو جيبة ساندرا مونتو اهي. الجيبة بكام يا ماما؟ دي البيت دي 120. الجيبة البيضة يا جماعة على 120. ودي بكام؟ 120. ودي 120 برضو يا جماعة. يعني جميلة جميلة جميلة. كان نفسي بقى قوي من زمان اهي يا جماعة. اهي وجبت عليها فلوسة برضو تمام اهي. بس ده مش شماعة بس مقلوب. ثواني ما تنسوش اللايك بقى. اهي يا جماعة اعملوا لايك يا حبايب قلبي وحبونا زي ما احنا بنحبكم كده تمام ماما. حبونا زي ما احنا بنحبكم كده. بكام البلوزه يا ماما؟ هي ال 170 كله؟ الجيبه بالبلوزه 170 يا جماعه. بص برضه الطرحه دي استنى لما البسها اهي يا جماعة. بص الطرحة حلوة والله. دي على 40 يا جماعة ب40 جنيه اهي. بتتدل بها بقى فرح كده يعني. دي المناسبات لأنها لمية. شايفين؟ شايفين اللمية اللي فيها؟ واحدة تانية ايه بس البيضة احلى. لا ده دي احلى مش عارف. جميلة يا جماعة اوي. دي اللايك. بص يا جماعة طرحة مرة لايك عشان هما يستاهلوا. مرة لايك عشان هما يستاهلوا. ايه يا جماعة عسل يا قمر عليك. عمل زي اسواق حلو والله. جميل عليك. أمل هي اللي بتحلل الحاجة يا جماعة. يا أختي بنت السطر. وبس كده يا جماعة. اعملوا لايك كده أهو عشان خاطري. أحبكم في الله. ربنا في الله أنا أحبكم دور الحياة. أحبكم على الكلام. وده برضو أنا وريته ده. ده يا جماعة بتاع.
بتاع الحد برضو يا جماعة برضو باربعين. استنى بصوا يا جماعة دي بتاع جماعة مش عارف ليه ولا رميساء ليه يا ماما مرساء احنا لبسك لبس رميساء. بصوا يا جماعة ده برضو مرساء يا جماعة ده حد يعني حد بعد الركبة كده جميل يعني اهو صار العمر حلو. بس بكام يا ماما؟ 150 ده 150 يا جماعة. انا اللي بصور لكم فيديو الحاجات الصغننة كتير. اوكي نكون وصلنا لنهاية الفيديو حبايب قلبي، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكده كنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك كتير 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 قد ما تقدر. اعملوا لايك كتير كتير للفيديو، واشوف الشيك على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. مع الف مليون سلام. مع الف الف مليون سلام يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك بقى. Bye.